بسم الله الرحمن الرحيم. صناعة الورق. عرف الصينيون صناعة الورق قبل غيرهم، وكان ذلك في مطلع القرن الثاني الميلادي، وقد صنعوا الورق من القطن والملابس القديمة. وحينما وصل المسلمون إلى بلاد الصين، عرفوا من أن أهلها صناعة الورق، ثم نقلوا هذه الصناعة إلى بلاد الشرق الأخرى وإلى بلاد الأندلس. فالصيني والمسلم عرفا صناعة الورق قبل الأوروبي، لأن الأوروبيين عرفوا عن المسلمين الذين دخلوا الأندلس، ثم طور الأوروبيون صناعة الورق فصنعوه من لب الخشب. والآن كثر سكان العالم، والفتيات أقبلن على العلم والدراسة مثل الفتيان، وزادت حاجة الناس إلى الورق، فانتشرت صناعته في كل بلاد العالم، وامتلأت المكتبات بالكتب، وقرأت أنا وأنت الكتب والصحف والمجلات بأثمان زهيدة، ولقد كان من فضل الله علينا أن خلق لنا الأشجار، فأخذنا ثمارها وصنعنا من لبها الورق لنكتب فيه علومنا ونحفظ ثقافتنا ومعارفنا لنا وللأجيال القادمة.